بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وصل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، التي ستجرى في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء بحضور فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. كان في استقباله لدى وصوله معالي السفير الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ومسؤول المراسم بوزارة الخارجية الأمريكية.